ازيكم؟ النهاردة هنعمل مع بعض باديكير للرجل بطريقة مختلفة شوية، مش زي الطريقة المعتادة، يعني من غير نقع رجل في مية ومن غير الكلام ده كله. انا كنت سايبة رجلي بقالي فترة عشان خاطر اعرف اعمل لكم الفيديو ده. هستخدم جل مخصوص للقدم، هو بيستعمل في البيوتي سنتر، وهسيب لكم الصفحة اللي جبت منها الجل في الديسكريبشن بوكس. وهقول لكم بقى على الحاجات اللي بنحتاجها. اول حاجة بنحتاج كيس من بتاع الاكل، هنفتحه ونقسمه نصين، وكمان هنحتاج الجل اللي اتكلمت معاكم عليه وهوريكم برضو الشكل بتاعه اثناء الفيديو، وكمان هنحتاج حجر للقدم او مبرد للرجل على حسب اللي موجود عندك ايه المتوفر، يعني ده او ده تقدر ان انت تستعمليه. ومهم جدا ان انت تلبسي جلوفز في ايدك، انا ملبستش في الفيديو بس مهم ان انت تلبسي عشان ما تحسيش بملمس مختلف في ايديكي. كنت جربت الجل ده من فترة وكان عجبني جدا، كنت جبته طبعا بعد ما قريت ريفيوز كتير عليه من على البيج اللي انا جبتها، ان الناس كتير عجبهم، والمرة دي قلت ان انا هعمله معاكم عشان تشوفوا النتيجة بالفيديو عاملة ازاي. ده شكل العبوة بتاعت الجل اللي هستعمله، العبوة بتاعته بتكفي كذا مرة، وكمان هوريكم لون الجل من جوه، هو بيكون شفاف بالشكل ده عشان تكونوا شفتوه برضو شكله بيبقى عامل ازاي. نستعمل من الجل ده كمية بسيطة مش كمية كبيرة، بتشوفي ايه الاماكن اللي عندك بيكون فيها جلد ميت او تشققات ومحتاج ان انت تعمليها، يعني انا اكتر منطقة عندي هي منطقة الكعب، هي اللي ناشفة وفيها جلد ميت او ناشف شوية، فهو ده المكان اللي انا هحط فيه الجل، وبعد كده هحاول ان انا احط بس من الجناب مش اكتر من كده. كل اللي بعمله اني بحط رجلي على الاكياس اللي بقى فيها الجل دي، وبحاول ان انا اوزع الجل كويس على الاماكن اللي انا بكون حاسة ان هي محتاجة انها تتقشر، او ان انا اعرف ان انا اشيل الجلد اللي بيكون موجود فيها. وبحط بس كام نقطة بسيطة كده من جنب القدم عشان المنطقة دي عندي برضو بيكون فيها جلد، لما بفركه بالحجر بيطلع معاه. مهم انك تركزي على الاماكن اللي بيكون فيها الجلد الميت او التشققات، يعني ما تحاوليش في منطقة كويسة مثلا من القدم ان انت تحطي من الجل ده عشان خاطر ما يحصلكيش مثلا التهاب او حاجة، او ما حصليش حاجة منه، بس برضو للاحتياط. وبقفل كده الكيس من الجناب بايدي وبقعد كده ربع ساعة، وبكده عدت ربع ساعة بشيل بقى الكيس وبمسح كده القدم ببقية الجل اللي موجود عليها عشان ابدأ ان انا اعملها بالحجر. طبعا الموضوع ده مش بياخد وقت او مجهود زي ما بنكون ان احنا بقى لسه بننقع الرجل في مية ونفضل ندعك فيها كتير وكده، بصراحة مش بياخد الوقت ده خالص، وكمان غير كده النتيجة بتكون حلوة جدا بأقل مجهود، الموضوع بيكون سهل. وبعد شوية بنبدأ نلاحظ يعني زي حاجات صغيرة كده خالص من الجلد الميت زي ما انتوا شايفين. وبكده اكون خلصت خلاص القدم دي، طبعا نزل على الارض بقايا من الجلد الميت، لسه طبعا القدم دي محتاجة انها تتغسل بالمية عادي، وهنا بوريها لكم شكلها عامل ازاي. هعمل كمان بقى دي الرجل التانية بس مش هعملها لكم في الفيديو، بصوا برضو حبيت ان انا اصورها لكم عن قرب تشوفوا شكل الجلد الميت بيكون عامل ازاي مع الجل لما بنبدأ ان احنا ندعكم مع بعض. وطبعا مهم ان احنا نغسل رجلينا بالمية كويس بعد الجل ده، وبعد كده اوريكم النتيجة عاملة ازاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، لو حد عنده اي استفسار ممكن تكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. وانا حبيت اوريكم شكل القدم كان عامل ازاي قبل ما ابدأ فيها عشان تشوفوا شكلها كان قبل وبعد عامل ازاي، طبعا في فرق حلو جدا من غير مجهود كبير، والموضوع بتاع الجل ده بيسهل عليا قوي ان انا اعمل رجلي بنفسي، ما احتاجش ان انا اروح برا البيت واعمله في سنتر او حاجة. وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير حلوة، واشوفكم على خير، مع السلامة.